ناخد رأي اللجنة العلمية المكلفة بمواجهة كورونا في هذه الإجراءات، ومعايا رئيس اللجنة العلمية أستاذ دكتور حسام حسني. دكتور حسام، مساء الخير يا فندم. مساء النور على سعادتك ومساء الخير على كل المصريين. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور حسام، حضرتك شايف إزاي الإجراءات اللي تم اتخاذها النهاردة؟ هل شايف إن إحنا في اتجاه بنفتح، ولا إحنا في اتجاه متوازن، ولا إحنا في اتجاه متحفظ؟ لا، لو إن إحنا في اتجاه متحفظ جدا، في اتجاه متحفظ جدا. كويس، لان كل القرارات اللي اتخذت لحضرتك رجعتها هتلاقيها مشروطه. ها كويس، سواء كانت في الافراح، سواء في الجنازات، سواء كانت في المؤتمرات، كويس، كلها اجراءات مشروطه باتجاه اجراءاتنا الاحترازيه. كويس، ولو احنا ما كناش عملنا كده كنا احنا يبقى في عندنا شيء خاطئ. ها؟ احنا قلنا ان احنا اولادنا وشبابنا يرجعوا المدارس باجراءات احترازيه. كويس، صح، وقلنا ان الحياه ترجع تاني طبيعيه بشروط احترازيه. لكن اللي نأكد عليه ان احنا هذه الاجراءات ما تدلش ان احنا انفصلنا على المرض، تدل ان احنا سيطرنا عليه. ان احنا بنكمل نقول ان المواطن المصري هو الان المسؤول عن ان احنا ما نقفلش تاني. لو احنا التزمنا ان احنا ننفذ كل خطوات الفتح اللي احنا بنعملها دي باجراءاتنا الاحترازيه، هنكون في منتهى القوه وفي منتهى الامان، وهنبقى سالمين. لو طيب، حصل اي خلل مجتمعي في اتخاذ هذه الاجراءات، اظن انها هتبقى في اجراءات ما نحبش ان احنا نسمعها، ان احنا نرجع تاني نقفل. وخلينا طيب، نقول ان احنا انا عرفت يا دكتور حسام ان حضرتك اعلنت انك انت مستعد انك انت تتلقى اللقاح اللي دلوقتي بيتجرب في مصر، واللقاح في اطار التجارب يعني السريريه. حضرتك اعلنت ده بالفعل؟ انا خليني اقول ان انا سجلت، لان في اجراءات بتتخذ في موقع الكترون زي اي مواطن مصري. كويس، ارى في الموضوع وعرف امانه وعرف تعريفه، وسجلت عشان اتلقى العقار. حضرتك سجلت؟ ايوه. يعني والله انا اقول لحضرتك حاجه، يعني انا كانت الدكتوره نهى عاصم معايا امبارح، انا كنت عايز اقول لها انا عايز اسجل على الموقع برضو واتطوع والله بجد، يعني بشكل تلقائي. فحضرتك كده ممكن تشجعني ان انا اعمل ده فعلا؟ انا مش بشجعك، انا بقول لك لو سمحت، لو تنطبق عليك الشروط، انا بقول لك خدها وانا في امان. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ربنا يا رب يسلم حضرتك. دكتور حسام حسني، رئيس اللجنه العلميه لمواجهه فيروس كورونا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. تخيلوا حضراتكم ان رئيس اللجنه المكلفه وراجل استاذ كبير في مجال الطب وفي مجال الامراض الصدريه يدخل ويقرا ويشوف ويتاكد، وطبعا عارف هو متابع الامصال دي قبل ما تيجي، او اللقاحات دي قبل ما تيجي، هو عارف الفكره اللي فكر فيها الراجل اللي فكر في الفكره دي اسمه ايه وكان قاعد فين، يعني هو كل الابحاث دي قدامه، يعني مش جديد عليه يعني. فهو بيقرر النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده ان هو هيتطوع، ودخل بالفعل على الموقع. وانا فعلا امبارح لما الدكتوره نواه بتقول ده انا فعلا فكرت في ده، ولكن ادعو حضراتكم اللي شايف او يعني عنده القدره ان هو يتطوع، ما حدش بيقول لحد روح يعني، بس بشكل تطوعي، ربما يا رب يا رب يبقى في خير ويبقى في نتيجه ايجابيه، ونخلص ال 6000 شخص اللي المفروض في مصر دي على مستوى العالم بالمناسبه، يعني العالم كله بيجري هذه التجارب. وبتجرى في اكتر من دوله، احنا الكوتا بتاعتنا 6000، في دول واخده 8، في دول واخده 12 على حسب عدد السكان، على حسب امور كتيره جدا. احنا نصيبنا 6000، فال 6000 دول لازم يكملوا. فيا ريت يعني نتمنى ده اللي يقدر المتحمس، خصوصا الشباب، لان طبعا فوق 18 سنه وما عندوش امراض مزمنه، ما عندوش مشاكل في السكر والضغط والقلب والكلى وما الى ذلك، ما جالوش طبعا كورونا قبل كده، يدخل على موقع وزاره الصحه وهيلاقي اللينك، وممكن لو هو حابب يسجل، وهو هياخد تطعيم تاني بعد 21 يوم وبس، وهيقعد بقى سنه خلاص على كده، ما فيش اي حاجه تانيه هياخدها، وهيكلموه بقى كل فتره انت كويس، حصل حاجه في دور برد جالك بتاع كورونا، فممكن ربنا ان شاء الله يكتب له السلامه وما يصابش بكورونا يعني.